موظفو مديرية مالية دمشق دخلوا دوامة معقدة أثناء دوامهم الرسمية فيما أسماها الشباب السوري رحلة البحث عن السبيكر الحر. فسبيكرات الحرية أو مكبرات الصوت التي بدأ شباب الثورة منذ فترة بزرعها في أنحاء مختلفة من سوريا والتي تردد هتافات الحرية والقاشوشية تحديدا نسبة إلى بلبل الثورة الشهيد إبراهيم قاشوش، دخلت أمس ولأول مرة إلى مؤسسة حكومية رغم كل الحواجز والاحتياطات الأمنية بالغة الدقة، فتألق صوت القاشوش في وكر النظام ليدب الرعب في نفوس موظفيه. مكبران للصوت أدخلهما مجموعة من الشباب إلى المديرية، فوضعوا الأول خلف تمثال حافظ الأسد والآخر على مدخل درج الطابق الأول. بدأ السبيكر الأول بالهتاف وسط ذهول وحيرة من الموظفين والمراجعين، وللوهلة الأولى ظن أمن المديرية أنه تم اختراق إذاعة المديرية، إلا أنهم وبعد تتبع الصوت وجدوا أنه صادر من خلف التمثال، فأغلقت أبواب المديرية وبدأ التدقيق بكاميرات المراقبة لمعرفة من وضعه، وعندها انطلقت الهتافات من المكبر الثاني ليزيد توتر الأمن وتشتته. هذا الصوت الحر والكلمة الحرة التي يعمل المتظاهرون السوريون على تعميمها على الأراضي السورية كافة هي جزء من منظومة يسعى السوريون لتكريسها منذ 8 أشهر، وهي نيل الحرية من خلال سلمية احتجاجاتهم دون الاضطرار إلى استعمال العنف والانتقال إلى الكفاح المسلح. فهم يسعون إلى تفعيل الروح الحضارية السلمية للثورة، وهذه الروح أثبتت على مر الأيام أنها أكثر ما يضعف النظام الذي يخشى كلمة الحق الحرة. يأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من المحاولات أطلقها تجمع أيام الحرية، وهم مجموعة من الشباب المبدع الذي أصبحت رزنامته تنطوي على عدد لا يحصى من الأفكار الخلاقة التي تضيف إلى سلمية الثورة المزيد والمزيد من الدلالات على شعب مفكر حضاري وراق جل ما يحتاجه فصحة من الحرية. سبيكرات المظاهرات قد تم اعتقالها.